نور النسوة هي أيضا بإسهام كبير داخل صفوف القوات المسلحة الملكية، تباشر مختلف المهام وأصعبها. لدعمة وخديجة رفيقي. داخل القوات المسلحة الملكية يولي جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية اهتماما خاصا، ويعد المغرب من بين البلدان الإفريقية القليلة التي وضعت خطة عمل استجابة للقرار 1325 المرأة والسلام والأمن، خطة عمل تهدف إلى تعزيز التكافؤ بين الجنسين. البحرية الملكية مشهد يجسد لمبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال. نساء عسكريات تتقدمن القوات البحرية الملكية في الدفاع عن حوزة الوطن، ويباشرن مهامهن بكل مسؤولية، مهام متنوعة وأساسية داخل مختلف مراكز العمليات بالسفينة الحربية. صار المرابط من فرقاطة محمد الخامس واحدة من الكفاءات النسوية بالبحرية الملكية. التحاقي بفرقاطة محمد الخامس مكنني من اكتساب تجارب فريدة من نوعها وخدمة البحرية الملكية، إضافة إلى اكتشاف عدد من دول العالم وخصوصا تطوير حس الصبر بالفضاء البحري. في مجال حفظ السلام، ثاني حاجة هي احترام المدنيين المتواجدين في الفيلاج. تميزت المرأة العسكرية المغربية بمشاركتها الفعالة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بكل من الصومال، إقليم كوسوفو بصربيا، الكونغو الديمقراطية، إفريقيا الوسطى وجنوب السودان. المشاركة في المهام الإنسانية تحت رعاية الأمم المتحدة بدأت منذ سنة 1992 ب 2100 pour mieux répondre aux exigences de cette mission. لتلبية مطالب هذه المهمة بشكل أفضل، يخضع جميع الأفراد العسكريين رجالا ونساء للتدريب على الانتشار في مركز تدريب هيئة الأركان العامة. بعد ذلك تركز وحدات هذا التدريب على المعرفة والممارسات متعددة التخصصات التي تسمح لهم بضمان فعالية أفراد حفظ السلام العسكريين في تنفيذ المهام. نساء القوات الملكية الجوية بدورهن لهن حضور قوي في تتبع ترددات النظام الجوي، مهمة لم تعد حكرا على الرجال وحدهم. الملازم لمياء مغلي قائد فريق مراقبين الحركة الجوية بالقاعدة الجوية الثالثة للقوات الملكية الجوية بالقنيطرة هي من بين نساء الملاحة الجوية التي تتخذ برج المراقبة منبرا للتوجيه بالقاعدة الجوية الثالثة. المرأة المغربية في القوات المسلحة الملكية برهنت اليوم على الكفاءة الحاضرة بقوة في مجال الطيران العسكري مثلها مثل الرجل، وهذا الشيء كيجعلنا فخورين للانتماء لهذه المؤسسة العسكرية بكل تفان وشغف تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك. الرائد حياة عبابسة من الأعين التي تسهر على مصلحة المراقبة والجودة بمركز صيانة الطائرات، مهمتها التحقق من الامتثال في تنفيذ المهام كما هي محددة، وكذا التكوين المستمر للتقنيين. العمل ديالي كيتلخص في مراقبة الصيانات الدورية واليومية للطائرة مع احترام تعليمات المصنع وإلزامية التقيد بقواعد ومعايير صارمة. وفي مجال الطب، نون النسوة تتقلد مناصب المسؤولية، طبيبات، صيادلة، وممرضات، تعملن من أجل الخدمة الصحية للقوات المسلحة الملكية. هذه المصلحة الحديثة التي تستقبل الرضع والمواليد في وضعية صحية صعبة من داخل المستشفى وكذلك من باقي ربوع المملكة. هذه المصلحة التي تتوفر على أحدث المعدات والتجهيزات الطبية.
كذلك وعلى طاقم طبي وتمريضي عالي المستوى يرتكز دوري على الإشراف وتقديم الرعاية والعلاجات الضرورية لحالة كل مريض حسب حالته. المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية حرص متواصل في خدمة المنخرطين من أجل ضمان تكفل أفضل. باستطلاع مختلف المؤسسات والاستطلاعات الاجتماعية والزيارات المنزلية، وهناك تمكنت من أن أرى عن كثب أن وظيفة الأخصائي الاجتماعي هي وظيفة مثيرة للغاية، لأنها تستند إلى الإنسانية، علاقة المساعدة والمرافقة. والمرأة بجهاز الدرك المكي مكانة خاصة تزداد تميزا سنة بعد أخرى، جنبا إلى جنب تعمل رفقة الدركين الرجال وتقاسمهم مهام في كثير من التخصصات. من بين المهام اللي كنقوم بها داخل المجموعة مهام الإنقاذ، التدخلات الطبية، التصوير والنقل الجوي، بالإضافة إلى مهام المراقبة، مراقبة الغابات، مراقبة الطرقات وكذلك السواحل. ضابطة شرطة قضائية مكلفة بالأحداث. من بين المهام اللي كنقوم بها تلقي الشكايات واستقبال استماع وتوجيه النساء المعنفات كوني عضو في خلية العنف ضد النساء، كذلك شرطة السير والجولان وخفر السجناء. بفخر وتفان وأيا كان موقعهن، تواصل النساء كتابة صفحات من ذهب على سجل تاريخ القوات المسلحة الملكية، واللواتي يحق للمغاربة الاعتزاز بهن، لأنهن أثبتن أن المرأة المغربية في مستوى التحديات.